يقول المجربون ان استجداء المجتمع الدولي مثل استجداء الشيطان ان يصلي ركعتين لوجه الله وبما ان شياطين الارض تكمن في تفاصيل المحنه الانسانيه السوريه فذلك اذن اصبح من المسلمات الواقعيه بالنسبه للسوري المنكوب انها الفضيحه الانسانيه تجري هناك على الحدود بالقرب من باب السلامه ولا ابواب مفتوحه انها الكارثه التاريخيه يقول من بقي لديه بعض ضمير اخلاقي خمسون الف ستون الف سبعون الف مئه الف او حتى مليون لاجئ لا قيمه للارقام في سبيل المصالح الدوليه هنا يسقط منطق الاعداد البشريه الكارثيه سيكون على هذه الاعداد ان تموت بردا وقصفا وجوعا حتى الانتهاء من مفعول الاستفاده من محنتهم سيد الكرملين يصول ويجول في سماء قراهم إنها روسيا اليوم تصنع قيصرا جديدا من دماء السوريين لا نجاة لهم من غرق البحار ولا نجاة لهم من الغرق في الهجرة والنزوح سيد الكرملن يبحث عن حرب مقدسه كما اخبرته الكنيسه وسيد المهاجرين يبحث عن اعداء المقاومه وسيد الضاحيه الجنوبيه يبحث عن مقامات مذهبه المقدس وسيد قمه يبحث عن ثاره الحسين ما اكثر الاساطير وما اكثر الساده وما اكثر الضحايا اسامه حميد اورينت نيوز غازي عنتاب تركيا